لقاح بي سي جي ضد السل، مضادات الصرع، أدوية ضغط الدم، دواء الكورتيزون للأطفال والخاص بالتهاب الحنجرة. هي بعض من الأدوية التي لا يستغني عنها المرضى في الجزائر، والتي يتم استيراد غالبيتها من فرنسا. الخبر الصادم هو ما جاءت به وسائل إعلام هناك، أفادت بندرة حادة في هذه الأصناف بعد هجرة مخابر كبرى للسوق الفرنسي. وضع سيكون له تأثير على الجزائر التي تعاني أصلا من ندرة في الأدوية. ممكن يكون عندها تأثير خفيف، ولكن ليست هي السبب المباشر لعامل ندرة الأدوية في الجزائر. هناك قائمة سبق وتقدمنا بها كما قلت في إطار عمل الفيدرالية الجزائرية للدواء، ضم هذه القائمة حوالي 129 تسمية دولية مشتركة لأدوية مفقودة نهائيا في السوق الجزائرية، وكذلك قائمة أخرى تضم حوالي 120 دواء تعرف ضغط في الطلب، يعني موجودة بكميات قليلة في السوق الجزائرية. تأثر الجزائر ينبع من كونها أول زبون لفرنسا في مجال الأدوية باستيراد يفوق 700 مليون أورو سنويا، رغم سعيها للاستقلال صيدلانيا. منذ عدة سنوات السوق الجزائري يديبوند موانز وموان من السوق الفرنسي، وهذا بفضل يعني القطاع الخاص اللي دار يعمل يعني ديفيرسيفيكاسيون تاع البلدان اللي يشريو منها، وبفضل تاني القطاع الصناعي الجزائري اللي اليوم راه يغطي 52% من الاحتياجات. ندرة الأدوية مشكل تعاني منه الصيدليات الجزائرية بشكل شبه دائم، رغم تطور صناعة الأدوية محليا، أمر له أسبابه حسب الخبراء. Les produits sont enregistrés dans un intervalle de temps court, la production algérienne pourrait remplacer le manque ou la rupture qui est due à la cessation ou à l'arrêt des importations de molécules princeps. Il n'y a aucun souci là-dessus. لعنة ندرة الأدوية تلاحق المريض الجزائري كل مرة، والأسوأ أن يجد نفسه اليوم يدفع ثمن أزمات سوق الدواء الفرنسية. فهجرة المخابر من هناك سيظهر أثرها هنا في رحلات لا تنتهي، بحثا عن دواء يربط المريض بالحياة.